El martes. Bueno, se repite lo de todos juntos, ¿no? دايما بيكرروا طبعا الفكرة الجماعية. ده مهم جدا. Es interesante que el mensaje llegue. مهم جدا ان الرسالة دي توصل للجميع. Y que todos de alguna manera tengamos la misma idea. مهم جدا ان كلنا la misma fórmula. نتشارك في نفس الفكرة. Solo con eso no basta. ده بالنسبة لي ده كفاية. Pero es un punto de partida importante. فكرة الجماعية وان احنا فريق واحد. Hace un rato yo comentaba cómo uno se siente en el club, cómo uno empieza a formar parte del club. Teniendo todos estos compañeros, es imposible no sentirse a gusto, no sentirse bien. مع وجود الزملاء دول مش ممكن الواحد ما يكونش حاسس ان هو جزء منهم وجزء من النادي. تمام. مانويل جوزيه واحد من اهم المديرين الفنيين اللي جم في النادي الاهلي. طبعا في عظماء كتير جدا جدا موجودين في النادي الاهلي او مدربين عظماء كتير موجودين في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، ولكن في الفتره الاخيره مانويل جوزيه واحد من اهم وافضل المديرين الفنيين اللي جم. حضرتك عملت معاه حركه لطيفه جدا جدا، ان انت يعني اتباركت بيه كده، قابله وراح قال له ايه؟ انا بعمل له كده. Que me contagiara suerte, que me contagiara يعني suerte. برضو ناخد منك شويه يعني، ف عايزين نعرف برضو اللقاء ده كان بيمثل بالنسبه لمارتن لاسارتي ايه؟ Que me ilumine. Este encuentro. حضراتكم. Que me ilumine, Gabri. ان هو يديله يعطيني بعض الحظ، انا كنت عاوز يديني بعض الحظ ويخليني انور زي ما انت بتقول. Él dijo una cosa, muy sensata. هو قال حاجه صريحه جدا. Que fue una etapa muy linda, lógicamente, muy buena. كانت فترة رائعة في حياته. Que tenían un gran equipo. كان عنده فريق. Un gran equipo. فريق عظيم. Y pero que además todos respondían. وكلهم كانوا. A esa palabra, equipo. كانوا بيلعبوا كفريق، كمجموعة. Al final todos más o menos pensamos igual. وكلنا بنفكر بنفس الطريقة طبعا. كنت سعيد بالزيارة دي؟ Sí. Yo no lo conocía. طبعا انا ما كنتش اعرفه شخصيا. لكن كانت لقاء مهم وسعيد. Al final me gustaría algún día si tenemos tiempo algún día tener una charla con él. اتمنى ان يكون في لقاء تاني يكون في حوار ما بيني وما بينه. Conocer su experiencia aquí. عشان اعرف بعض خبراته وعشان اتعلم منه كمان. Estamos hablando de un maestro. انا بتكلم على ده معلم. نفسك تكون زي مستر مانويل جوزيه في عدد الألقاب وعدد البطولات اللي جابها خلال الفترات اللي تقوم. أخلاء إن شاء الله. أتمنى ذلك. أتمنى ذلك إن شاء الله. تمام. برضو حاجة مهمة جدا من الحاجات اللي أنا دايما بشوفها بتعملها، بس أنا الحقيقة مش لابس.